الفريق الطبي لنادي القادسية للكشف على لاعبي الفريق، وبادرة طيبة من الأخ العزيز فواز الحساوي رئيس النادي للاستعانة بهؤلاء خلينا نقول الجهاز الطبي أو جهاز المعالج. نشوف مع بعض التقرير مع فهد الإبراهيم. خطوة موفقة أقدمت عليها إدارة نادي القادسية باستخدام جهاز طبي بريطاني متخصص بإصابات الملاعب وتأهيل اللاعبين، قام بكشف كامل على لاعبي الفريق الأول في نادي القادسية. الفريق اللي جايبه هو فريق متخصص في التأهيل الرياضي، هم يعني مش أطباء لكن هم متخصصين في التأهيل الرياضي والعلاج الرياضي. هم يعتمدون على طريقتين أساسيات، هم اللي هو شغلات العضلات والمفاصل، انه يسوي استرتشات قويه للعضلات ويسوي ليونه للمفاصل. فهذا هو احد الاسباب، يعني هذه الشغله هم متخصصين فيها. واحد منهم ماخذ كورس في الابر الصينيه، ويستخدم ايضا الابر الصينيه والزيوت في علاج علاج نوع من انواع الاصابات. فالحقيقه اللي قاعد يشوفه الحين هو انه يعني حسب ما تكلمنا معاه يعني ان الانكل هو قصدي مفصل القدم 90% الى 95% مو بس بالكويت، في كل اغلب اللاعبين العالم ما في فلكسبيليتي، ما في مرونه وايد زايده. فهو احنا نركز الحين في كل لاعب يشوفه قاعد يشوف مرونه المفصل القدم. الفريق البريطاني صدم من الحاله البدنيه السيئه لبعض لاعبي الاصفر، وقام فعليا بعلاج بعضهم بجلسات مكثفه، وعبر عدد من لاعبين الأصفر عن ارتياحهم لهذه الخطوة، خصوصا مع شعور البعض منهم بتحسن فوري ملحوظ عقب الجلسات الأولى. الحمد لله، حتى الجلسة اللي عاملها الحين حس في رجلي بدأت تخف علي الحمد لله، والطبيب طمني قال يعني ما فيش حاجة كبيرة، إن شاء الله تكون بخير إن شاء الله. بالنسبة حق الارشادات اللي اعطونا اياها الجهاز الطبي، يمكن اكثرها كانت اصابات عضليه، فالتركيز على الاسترتشات والتغويه. نوعيه اصابات اللاعب نوع مختلفه، في تمزقات شد، فاغلبها يعني كانت بسيطه ان شاء الله، ويعني اغلب اللاعبين ان شاء الله يكونوا جاهزين حق المباراه الجايه. جلسات العلاج والتاهيل ستستمر خلال الاسبوع الجاري، وهي قابله للتمديد بعد تكفل رئيس نادي القادسيه فواز الحساوي بنفقات الفريق الزائر، واستخدام جميع الاحتياجات التي أوصى بها المعالجين من خارج الكويت لتوفير أفضل بيئة علاجية للاعبي النادي.